شرح كتاب, شرح المنتقى, كتاب المنتقى من أخبار من المصطفى, أخبار المصطفى صلى, الله صلى الله عليه وسلم, لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز, المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ, فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياه الله وبارك فيه. وقف بنا الحديث عند باب الاطلاع بالنورة. قال المؤلف رحمه الله: باب الاطلاع بالنورة. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا طلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله, رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه, أما بعد, فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة شرعية حلق العانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد. الاستحداد هو حلق العانة, قص الشارب, غلم الظهر, ولتف الأباط. ويقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وغلم الظهر ولتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. واللفظ الآخر: وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا يدل على أن حلق العانة مسحب سنة, والعانة هي الشعر الذي حول القبل ويسمى الشعرة, يسحب حلقه من الرجل والمرأة. وهكذا قص الشارب, قلم الظهر, نتف الإبط, كله سنة. والسنة أن لا يترك أكثر من 40 ليلة. قص الشارب للرجل, قلم الظهر للجميع, نتف الإبط للجميع, حلق العانة للجميع. في حديث سلمة هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل النورة لإزالة العانة, ولا حرج في ذلك. والحديث ضعيف لأنه من رواية حبيب أبي سلمة, من حديث حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة, وقد قيل إنه لم يسمع منها وهو مدلس أيضا, فالحديث ضعيف عن أم سلمة, لكن لا حرج, لأن المقصود هو إزالة هذه الشعارات وهي العانة. فإذا أزالها بالنورة أو بغير النورة فلا بأس, وإذا كان يحسن الحلق فالحلق أفضل, لأن الأحاديث الصحيحة فيها الحلق. فإذا كان يحسن الحلق حلقها, وإن أزالها بشيء من المبيدات فلا بأس, نورة أو غيرها, المهم إزالة هذا الشعر. وهكذا الإبط نتفه هو السنة, وإذا أزاله بغير النتف فلا بأس. قلم الظهر كذلك, إذا قلمه بالمقلمة أو قص بالمقص المقصود إزالته. فالسنة قلم الظهر ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب للرجل, هذا هو السنة. وإن أزال الظهر بغير القلم أو أزال الإبط بغير النتف أو أزال العانة بغير الحلق فكل ذلك لا حرج فيه, والحمد لله. أحسن الله إليكم. أبواب, قال المؤلف رحمه الله: أبواب صفة الوضوء. باب الدليل على وجوب النية له. عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية, وإنما لامرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله, ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه, رواه الجماعة. هذا الحديث يتعلق بالنية, والنية شرطه العبادات: الصلاة والصيام والغسل والطهارة والزكاة وغير ذلك, لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المذكور: إنما الأعمال بالنية, وفي اللفظ الآخر بالنيات, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث حديث صحيح متفق عليه بين أهل العلم,
ومن أصح الأحاديث، وهو دال على أنه لا بد من النية، فالأعمال كلها بالنيات. فلو توضأ غسل أعضاءه ولم ينوي فلا طهارة له، أو صب الماء على جسده ولم ينوي فلا طهارة له، لا بد من النية. إن كان جنابة ينوي جنابة، إن كان صلاة ينوي الصلاة، وهكذا لا بد من نية في وضوءه وفي غسله وفي صلاته وصومه وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذه جملة محصورة بإنما، وذلك يدل على أنه لا بد من النية حتى يميز بين العبادات. والنية تميز بين العبادات، بين الصلاة والصوم وفرض الظهر والعصر والمغرب، تميز بين العبادة والعادة أيضا. فالإمساك قد يكون بنية الصوم، قد يكون بنية أخرى، وهكذا أعماله الأخرى، قد يخرج من بيته للتجارة، قد يخرج للصلاة، قد يخرج لعيادة المريض، قد يخرج لطلب العلم. فالنية تميز بين العادات والعبادات، فالأعمال كلها بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي مثلا فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا مثال من الأمثلة. من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، قصده الآخرة، قصده الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، كما انتقل المسلمون من مكة إلى المدينة، هجرته إلى الله ورسوله، له ثوابها وله أجرها. أما من كان انتقاله من بلد إلى بلد ليس لذلك، ولكن لزعم رأة يزوجها أو لمال يصيبه أو لأسباب أخرى، فهجرته إلى ما هجر إليه. فالأعمال بالنيات. وهكذا من خرج من بيته للتجارة له نيته، ومن خرج من بيته لعيادة المريض أو للصلاة فله نيته، فالأعمال كلها بالنيات. وهكذا من أكل ليتقوى على طاعة الله، على الصوم، على الجهاد، فله نيته، ومن أكل لغير ذلك له نيته. وهكذا من جاهد لقصد نصر دين الله وإلى كلمة الله فله نيته، ومن جاهد للرياء فله نيته، فالأعمال كلها بالنيات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم. حديث إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور عظيم، صدر به معظم المحدثين وغيرهم كتبهم ما عدا مالك رحمه الله. هل تركه لذلك لعلة رآها؟ لا أعلم شيء في هذا، ولا أذكر شيء في هذا. قال ولا يضره تركه مالك. طيب، لا يضره إذا خرجه الأئمة، الحمد لله. هو حديث صحيح باتفاق الأئمة، حديث صحيح خرجه الشيخ البخاري ومسلم وغيرهما، ولا يضره كون مالك ما خرج. إذا كان مالك ما خرج لا يضر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، قال بعض العلماء بأن حديث عمر رضي الله عنه ثلث الإسلام، ما رأيكم بهذه العبارة؟ حديث عمر في الحقيقة شطر الإسلام، لأن الأعمال لها ظاهر وباطن، فحديث عمر يتعلق بالباطن، وحديث عائشة يتعلق بالظاهر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل الصالح لابد فيه من أمرين: أحدهما الإخلاص لله، والثاني موافقة للشريعة. حديث عمر يتعلق بالإخلاص، وحديث عائشة يتعلق بموافقة الشريعة، فهو شطر الإسلام. وقال بعض أهل العلم إنه ربع الإسلام، وأنشد في هذا بيته فقال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس نعيك وعملا لبنية، فجعله ربع الإسلام. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات، حديث زاد اتق الشبهات، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملا بنية. اتق الشبهات حديث النعمان بن بشير: من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. حديث زاد حديث سهل: سهل في الدنيا يحبك الله، واتق الشبهات ودع ما ليس يعنيك، حديث من حسن الاسلام تركه ما من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وعمل بنية حديث عمر على ماله بالنيات. والصواب المعنى الاول، الصواب انه في الحقيقه شطر الاسلام، لانه يتعلق بالباطن
وحديث عائشة وما جاء في معناه يتعلق بالظاهر، والإسلام باطن وظاهر، فالنيات تتعلق بالإخلاص، وموافقة الشريعة تتعلق بالعمل الظاهر، فلا بد في كل عمل أن يكون لله وأن يوافق الشريعة، وإلا فإنه يكون باطل ما ينفع، لا بد أن يكون لله وأن يكون موافق للشريعة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل الهجرة مشروعة في هذا الزمان سماحة الشيخ؟ في كل زمان إذا أن تقوم الساعة، ما دام هنا شرك وإسلام فلا بد من هجرة، إذا كان في بلاد الشرك واستطاع أن يهاجر وجبت على الهجرة، إلا إذا كان يظهر دينه في بلاد الشرك ولا يخشى على نفسه، يوحد الله ويصلي ويصوم ويتبرأ من الشرك وينكر الشرك وينكر ما حرم الله ولا عليه خطر في هذا فلا تلزمه الهجرة. أما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه ويستطيع أن يهاجر يلزمه أن يهاجر، أما إذا كان لا يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم، الهجرة تجمع الاستطاعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب التسمية للوضوء. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. ولأحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله. باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. هل لكم تعليق على الحديث في باب التسمية؟ الحديث يدل على شرعية التسمية قبل الوضوء، والحديث كله طرقه كلها ضعيفة، ولكن يعرف التسمية من أحاديث أخرى، أدلة أخرى. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله إن مجموعها يقتضي أن الحديث حسن من أجل كثرة الطرق. فالسنة للمتوضئ أن يسمي الله عز وجل عند بدء وضوءه وبسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم عند بدء الوضوء، هذا هو السنة. وذهب جمع من العلم إلى وجوبها مع الذكر، وتسقط مع النسيان. والأحاديث في هذا الباب طرقها ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا، ويشهد لها كل أمر ذي بال لا يبدأ في بسم الله فهو أجدب. فالسنة للمتوضئ أن يبدأ بسم الله، والوجوب فيه نظر، ولكن إذا احتاط وحافظ على التسمية في أول وضوء هذا أولى. وهكذا في الغسل يسمي الله احتياطا وخروجا من الخلاف وعملا بالأحاديث وإن كان فيها ضعف. أما الوضوء لابد من وضوء، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. هذا أمر متفق عليه، لا صلاة إلا بوضوء بإجماع المسلمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فالطهور لابد منه من الجنابة والحدث الأصغر بإجماع المسلمين. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهر. فهذا أمر مجمع عليه، فلا صلاة إلا بطهارة، والطهارة تكون من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، وتكون من الحدث الأصغر كالريح والبول ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، إذا كان الإنسان داخل دورات المياه هل يسمي وهل يفرق بين المراحيض وأماكن الوضوء؟ لا بأس يسمي في أماكن الوضوء، يسمي لأن ما في محل قضاء حاجة، يسمي الله عند بدء الوضوء. وهكذا لو كان في محل حاجة ولم يتيسر له الوضوء خارج الوضوء خارج الحمام يسمي الله، إنه في هذه الحالة لا حيلة للمضطر ولا حرج، تزول الكراهة عند وجود الحاجة، تزول الكراهة فيسمي الله في بدء الوضوء ولو كان في الحمام. أحسن الله إليكم. هناك البعض من الناس سماحة الشيخ ممن يحمل في جيبه مصحف، وإذا أراد دخول الحمام وضعه في الخارج وربما نسيه، هل يسوغ له إدخال ذلك لهذه العلة؟ إذا اضطر إلى ذلك يخشى عليه لا حرج إن شاء الله. وأما إذا تيسر خارج الحمام هو أولى، هو الواجب، لأن المصحف يعني يهزه ويعظم عن دخول الحمام، فإذا تيسر له ويجعله في محل خارج الحمام فهذا هو الذي ينبغي. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء وضع خاتمه، خلا فيه محمد رسول الله، فإذا كان الخاتم ونحوه يستحب تركه خارج المحمام فالمصحف من باب أولى. لكن إذا خاف عليه أو لم يجد مكان يضعه فيه هذا ما بالضرورة لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. حديث
أبو هريرة سماحة الشيخ إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، ما صحته؟ كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. حفظكم الله، فتح الصنبور أو البزبوز هل يعد من الإسراف في الماء؟ لا، يفتح الحاجة لكن يفتح قصدا ويسمى الله. نعم. الترتيب بين الأعضاء في الوضوء، إذا ترك المتوضي موضعا صغيرا لم يصبه الماء ولم يعلم بذلك هل يأثم سماحة الشيخ؟ يعيد الوضوء، يعيد الوضوء، وإذا ذكره قريبا أعاد محل اللمعة وما بعده، وإذا طال الفصل أعاد الوضوء كله. فلو نسي لمعة في ذراعه بعدما مسح رأسه يرجع فيغسل الذراع، يكمل الذراع ثم يعيد مسح الرأس والأذنين ثم يغسل إليه. وهكذا لو ذكر قريبا عند غسل الرجلين يعيد من مسح الذراع، أما لو طال الفصل يعيد من أوله، من أول الوضوء من غسل الوجه. وحكم الترتيب سماحة الشيخ؟ لابد من شرط، لابد شرط. نعم. شرط لابد، يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. الرسول توضأ مرتبا وهو صلى الله عليه وسلم معلم، الله جل وعلا ذكرها مرتب، ذكر الوضوء مرتب، نبدأ ما بدأ الله به. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. عن أوس بن أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه، رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، رواه الجماعة، إلا أن البخاري لم يذكر العدد. وفي لفظ الترمذي وابن ماجه: إذا استيقظ أحدكم من الليل. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت، رواه الدارقطني، وقال: إسناد حسن. وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، مثل ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. متفق عليه. هذه الأحاديث تدل على شرعية غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء، هذا هو السنة، حتى ولو كان غير نائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الوضوء غسل يديه ثلاثا، جاءت الأحاديث الصحيحة الرسول في ذلك، من حديث عثمان ومن حديث عبد الله بن الزيد وغيرهما. فالسنة للمؤمن إذا أراد الوضوء ولو كان ليس نائما، السنة له أن يبدأ في غسل كفيه ثلاث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثا، ثم اليديه ثلاثا، ثم يمسح رأسه واذنيه مرة واحدة، ثم يغسل إليه ثلاثا. هذا هو الكمال وهذا هو الأفضل. لكن إذا استيقظ من نوم الليل وجب عليه، هذا هو الصواب. الصواب أنه يجب، لأن الرسول أمر بذلك، قال: إذا استيقظ أحد من نوم من النوم فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، فإنه لا يدري أين بات يده، واللفظ الآخر: فلا يغمس له بلا حتى يغسلها ثلاثا. فالرسول أمر بغسل يدين ثلاثا إذا استيقظ الإنسان من النوم، ونهى عن غمسها في الإناء قبل ذلك. والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر من استيقظ من نومه، يعني نوم الليل، أن يغسل كفيه ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده، وفي اللفظ الآخر: فلا يغمس يده بلا حتى يغسلها ثلاثا. والجمهور على أن هذا مستحب كما قال المؤلف رحمه الله، الأكثرون على أن هذا الأمر للاستحباب، ولكن ظاهر الأدلة الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا من استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. والأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، إلا ما دل الدليل على عدم التحريم أو ما دل الدليل على عدم الوجوب، وإلا فالأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم. فلا يليق بالمؤمن إذا استيقظ من نوم الليل هل يتساهل، بل الواجب عليه يغسلها ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء. وكذلك إذا كان من البزوز من الكباس، إذا كان يغسل يديه يغسلها ثلاثا قبل يستعمل غسل وجهه، ولو من
الكباس يصب على يده. نعم حفظكم الله سماحة الشيخ، هل غسل اليدين مشروع قبل الوضوء دائما يا شيخ؟ دائما سنة دائما إلا من نوم الليل يجب، الراجح وجوبه من نوم الليل. وهكذا الاستنشاق ثلاثا، إذا استيقظ من نوم الليل يستنشق ثلاثا، السنة مؤكدة عند الجمهور، والقول بالوجوب قول قوي لأن الرسول أمر بذلك، قال استيقظ أهل منه فيستنشق ثلاثا فإن الشيطان يبت على خيشومه، فهذا يقتضي الوجوب، الأمر أصله الوجوب، لكن الجمهور حملوا على الاستحباب. نعم سماحة الشيخ حفظكم الله، حديث أبو هريرة على أن غسل اليدين خاص بنوم الليل خاصة، حيث يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم هذا الوجوب. أما السنة عامة، أيوة غسل اليدين عامة، كان النبي يغسل يديه قبل الوضوء حتى في النهار ولو من غير النوم، كان إذا أراد الوضوء غسل كفيه ثلاث مرات قبل الوضوء عليه الصلاة والسلام، هذه سنة دائمة. العلة معلومة سماحة الشيخ؟ ما واضح، لا فيها نظافة، نظافة واضحة، أو فيها النظافة العظيمة، اليدين هل يستعملها في كذا أو في كذا أو في كذا، فغسلها ثلاثة فيه نظافة وعناية. نعم. باب المضمضة والاستنشاق. عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا، ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، متفق عليه. وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، رواه الدارقطني. نعم كل هذه الأحاديث دالة على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الباب أحاديث كثيرة في صفة وضوء صلى الله عليه وسلم، فالسنة كما تقدم يغسل يديه ثلاث مرات هذا هو الأفضل، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يمسح رأسه مع عينيه مرة واحدة، ثم يغسل إليه ثلاثا كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرها، فإذا فعل ذلك غفر له خطأ وغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا إذا فعل هذا، وجاء في الأحاديث الأخرى أن جميع الخطايا تنحط عن كلها بهذا الوضوء، فإذا صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، فالوضوء من أسباب حط الخطايا، وصلاة الركعتين مع الوضوء كذلك من أسباب حط الخطايا، إذا صلاهما وقد أقبل عليهما بقلبه ولم يحدث فيهما نفسه فإن ذلك من أسباب المغفرة. قد جاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها صحيحة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على فضل الوضوء، فضل الركعتين بعد الوضوء، فالوضوء من أسباب المغفرة، والركعتان بعد الوضوء إذا أقبل عليهما من أسباب المغفرة، وصفة الوضوء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وغيرهم، الوضوء يبدأ فيغسل كفيه ثلاث مرات، ثم يتوضأ ويستنشق ثلاث مرات، ويغسل وجهه ثلاثة، والمرة كافية، الواحدة تكفي، المرة الواحدة والاستنشاق الواحد والغسل وجه مرة واحدة تكفي، لكن الأفضل ثلاثة، وإن غسل بعض الأعضاء ثلاثة وبعضها اثنتين وبعضها واحدة أجزاء لا حرج، لكن المهم أن يعم العضو بالغسل، يعم الوجه بالغسل، يعم الذراع مع المرفق بالغسل، يعم الرجل مع الكعب بالغسل، يعم الرأس بالمسح، لا بد من هذا، والأفضل ثلاثة ثلاثة في الوجه والمضمضة والاستنشاق وفي اليدين وفي الرجلين، أما الرأس لا مسحة واحدة مع أذنه، هذا هو السنة، وهو هذا الوضوء لتوفيق الله من أسباب المغفرة، وإذا صلى بعد الوضوء ركعتين تطوعا فهذا من أسباب المغفرة أيضا. نعم
أحسن الله إليك. والسبحتان ركعتان سنة الوضوء، السنة لمن توضأ أن يصلي ركعتين ولو كان في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب. إذا توضأ بعد العصر سنة يصلي ركعتين، أو توضأ بعد الفجر سنة يصلي ركعتين على الصحيح، يقبل عليهما بقلبه ويخشع فيهما. نعم أحسن الله إليكم. يتساءل البعض من الناس سماحة الشيخ بأن الشخص إذا توضأ من البزبوز فهل ينطبق عليه نفس الحكم أم أن ذلك خاص بالوضوء من الإناء؟ نعم حكم عام. طيب الحكم عام سواء من كباس أو من الإناء كل واحد، لكن يراعي السنة ثلاثا ثلاثا، وإن غسل بعض الأثنتين وبعض الأعضاء مرة واحدة فلا حرج، كل هذا ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاثة ثلاثة، وتوضأ في بعضها مرتين وبعضها ثلاثة، الأمر واسع بحمد الله. لكن الكمال ثلاث غسلات في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين وفي المضمضة وفي الاستنشاق كذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين. عن المقدام بن معد كرب قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود وأحمد وزاد. وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: أتيتها فأخرجت إلي إناء فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا، ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل يديه، ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا، ثم يغسل رجليه. قال العباس بن يزيد: هذه المرأة التي حدثت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق، وقد حدث أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه. رواه الدارقطني. هذا الحديثان شاذان مخالفان للأحاديث الصحيحة. السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة أن المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، وإذا أخرهما بعد غسل الوجه في نفس الوجه قبل غسل اليدين لا بأس، لكن السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة المدعى بهما. وحديث المقدام هذا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وهكذا حديث الربيع فيه عبد الله بن عقيل وهو يضعف الحديث، وأيضا هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. فالأحاديث الصحيحة الثابتة الصحيحين من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهم وعلي وغيرهم كلها مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها دالة على أنه يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه، ولا تؤخر عن الوجه بل مع الوجه، إن بدأ بهما هو السنة وإن أخرهما فلا حرج، لكن في وجه قبل غسل اليدين. والمقصود أن الأحاديث الصحيحة كلها ثابتة دالة على أن الأفضل البدعة في موضوع الاستنشاق ثم يغسل وجهه. أما تأخيرها عن غسل اليدين في حديث المقدام هذا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ولا يعول عليه. وكذلك حديث الربيع تأخيره بعد الوجه خلاف الأحاديث الصحيحة، فالواجب هو الأخذ بالأحاديث الصحيحة المستفيضة الثابتة في الصحيحين وغيرهما، وعدم الالتفات الى الاحاديث الشاذه والضعيفه المخالفه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، مثل حديث الربيع وحديث المقدام هذا. والمضمضه والاستنشاق مع الوجه، لكن يبدا بهما قبل غسل الوجه، هذا هو السنه. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين.